أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. اليوم رح نتكلم عن موضوع مهم جدا، ورح نلقي الضوء على هذا الموضوع اللي هو أساليب دراسة الكتاب المقدس. شايفين الكتاب المقدس ده كتاب كبير فيه عهدين، وطبعا لأول وهلة الإنسان بيتساءل وين أبتدي، كيف أبتدي، شو أقرأ، إيه الأولوية في القراءة، وهكذا. فرح يكون يعني حلقة عملية شيقة جدا في أساليب دراسة كلمة الله. وهذا الموضوع كتير كتير مهم، لأنه فعلا كتير ناس عابرين بالذات بيسألوني بعد ما بيعبروا وبيأمنوا في يسوع المسيح، كيف نقرأ الكتاب المقدس؟ هل لازم أتطهر؟ هل لازم أغتسل؟ هل لازم أقرأ يعني في بوزيشن معين؟ هل لازم أقول كلمات معينة أو افتتاحية إلى آخره؟ إيه الأساليب وكيف الأساليب اللي إحنا بنتكلم عنها في دراسة الكتاب المقدس، مع أنه كل الكتاب هو كلمة الله، ولكن السؤال كيف ممكن أدرسه، كيف ممكن أقرأه، كيف ممكن أطبقه على حياتي، إيه الأساليب اللي ممكن أفعله حتى أستفيد من كلمة الله. كل هذه الأسئلة رح يجاوب عليها ضيف الحلقة، ولكن أنا بدعوك في هذه الحلقة فعلا تصلي، قول يا رب افتح ذهني لفهم الكتب، فهم الكتاب المقدس، افتح قلبي، اكشف عن عيني حتى أرى عجائب من شريعتك، وصدقني روح الله بيبتدي يتعامل معك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل لأقدم ضيف الحلقة.